يقول اذا صلي على الميت في المسجد ثم جاء مجموعة ولم يصلوا عليه، هل يجوز لهم ان يصلوا عليه في المقبرة؟ نعم لا بأس، من فاتت الصلاة على الجنازة في المسجد يصلي عليها في المقبرة قبل تدفن، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليها قبل تدفن يصلي على القبر، لا بأس بذلك. نعم.